مساء النور والسرور عليكم جميعا. أنا مواطنة مغربية بنت الشعب، وبإمكاني نستفد من العفو الملكي. الله يخلي لنا سيدنا والله ينصره ويخلي لنا بلادنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا إنسانة بنادم وتانا مواطنة بحالي بحال هذا الشعب، وبإمكاني أنني نستفد من العفو الملكي. الله يجزيه بخير سيدنا. و كنبغي نشكركم كاملين ونقول لكم شكرا بزاف 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 على الوقفة ديالكم، لا معايا لا مع اختي. انا كما كنقول لكم اخيرا وليس اخرا، بغيت نوجه واحد الرسالة للاب ديالنا الروحي، واللي ما تعلمناش منه الحقر، تعلمنا منه نساعدوا المحتاج ونوقفوا مع الفقير وتكون عندنا شفقة وتكون عندنا رحمة ونكون عندنا ضمير اللي هو سيدنا الله ينصره. لأنه عيت الصراحة، الناس ما بغوش يخلوني في حالي، و ذنبي انه انا صوتي زوين معروف عربيا صغيره واخده جوج كلوس من سيدنا الله ينصرو، وخديت على الصحراء بلادي في الصحراء لبست الملحفه. هذا ذنب ما نعرفش شنو الذنب اللي داير، انا بقى ما عرفتش شي حد يقولي انا شنو داير. ها حمزه مبيبي برأنا من القضاء، يعني علاش هاد الناس دايرين هاد الشيء؟ غير انه كيشوفوا بسمعه وحده كانت رافعة رايه البلاد، فين ما مشيت شوفوا سمعه بلادي، وانا عندي غيره كبيره على بلادي. يعني ملي وليت ملي كنهضر مع ناس مثلا من الخليج او غيره كيقولي لي نتيا، كنقول لهم من كازا، كيقول لي ولكن فين كنتي؟ كنقول لهم كنت عايشه في مراكش. اللي كان فيها داك الزباحه وديك، علاش هو هاد البلاد بحال هكا؟ هذاك الموقع الفاشل. بغيت نقول واحد رسالة لسيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله وسدد خطاكم بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشروعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينك بولي أحدك المولى الحسن. وجد الله أثرك بشيخ بشقيه مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. أنا دنيا بطمة رعية من رعاياك الأوفياء، أنت تفضل وتشملني بعفوك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا عبد العزيز بالحقر عيد حقرة، وبناتي عياو بغى نربيهم في سلام، عيد من الناس تعدوا عليا وتعدوا لي على أختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هاد الناس الضاربين انا ما كنطلب والو، كنطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي لا اكثر ولا اقل. وبكائي مش ضعف، وانتو يا اصحاب المؤامره على درايه بهذا الموضوع.
انا اقوى ما تخيلون. ولكن ويلكم من رب العالمين، فين غادي فين غتهربوا من الله سبحانه وتعالى؟ انا ضميري مرتاح لانه ما داير والو، اختي ضميرها مرتاح سكينه، الله يجعلها مغفرة الذنوب لا اكثر ولا اقل. ولكن ويلكم من رب العالمين، فين غتمشيو من رب العالمين وعندكم العزيزة فيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اصحاب المؤامرة من كبيركم حتى صغيركم. وشكرا جزيلا لكل المغاربة، كرحمق عليكم، شكرا لكم خوتي لانكم وقفتوا معايا، عمري نسى وقفتكم. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني انا واختي ابتدائيا واستئنافيا من هذا الحساب المشؤوم اللي صحابه هما واقيلا اللي دايرين الشكايه، هما صحابه قادينه وصايبينه وبغاو يتعدوا على الناس، وهذا المحضر اللي كيكذبوا كيقولوا ما درناش شكايه فلان وفلانه، الدنيا بطمه وخذها، ها هو المحضر هاد الفرقه الوطنيه ما داروش شكايه من الحساب، الدنيا بطمه وخذها. اللي دخلني في هاد الزوبعة ودخلنا في هاد المؤامرة الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وأخيرا شكرا لصاحب الجلالة أنه متعنا كمواطنين، أم كمواطنين مغاربة كلنا سواسية بالعفو الملكي، والله يحفظه ويحفظ بلادنا ويحفظ صحراءنا المغربية، وكنحماق عليكم كاملين. و شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، باي باي. كنتمنى انه الصوره وضحات بالدليل والبرهان وبكلام القضاء اللي ما كاينش كلمه فوقه، ونتمنى انني وصلت تفسير وتعليل صحيح، ووضحت لكم انه كل ما يروج اشاعات ومغالطات، وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي داروا هاد الزوبعه وفتنه في البلاد، وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي ما عندهم لا شفقه ولا رحمه، وكل من كيادي اخوه المسلم كنقول له الله يخذ فيك الحق، وكنحماق عليكم، حقنا عند الله سبحانه وتعالى. وانا متاكده كما قلت لكم باقا ما ساليتش، انا حقي عمري من حنا علمنا سيدنا وعلمونا جدودنا ان حقنا نقوره حتى ناخذوه اذا كنت مظلوم، وانا اذا ظالم هاد الناس الله ياخذ فيا الحق يا ربي، والى هما ظالميني بغيت العلامه تبان في الايام المقبله يا ربي، وعيشهم ربي ضعف ما تمنوه لينا وما عايشونا فيه. شكرا لكم بزاف بزاف، كنحماق عليكم.